السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صحابي يا حبايبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الشهر ده شهر اعياد ومناسبات للمسلمين والمسيحيين. المسلمين المولد النبوي كل سنة واحنا طيبين مسلمين وبخير، وكمان اخواتنا المسيحيين عندهم اعياد الكريسماس وفي اول السنة الميلادية. يا رب يعيد علينا الايام كلنا جميعا بخير. حبيت بالمناسبة جاي اعمل لكم طاقية سانتا كلوس او بابا نويل بطريقة جديدة وجميلة. وبما ان بابا نويل بيجي في الاجواء الشتويه ونحس بالثلج والسقعه، فحبيت اعمل حاجه تمس المناسبه وفي نفس الوقت تعبر عن الاجواء اللي هو بيجي فيها. الطاقيه حلوه وسهله، انا عاملاها بغرزه النص عمود، سهله جدا، وعامله الحرف هنا بغرزه الفشاره وغرزه العمود، سهله ما فيهاش اي حاجه. اتمنى انها تعجبكم. ونبدا بسم الله. الحقيقة هنا حابة أبدأ، قبل ما أبدأ أقول لكم أنا هستخدم خيوط إيه. أنا هنا مستخدمة للأبيض هيمالايا إفري داي، وبصراحة أنا بحب الخامة دي قوي، حلوة ما بتفتلش، بس أنا ملقتش منها الأحمر فاضطريت أجيب هيمالايا إفري داي بي. ما بحبهاش قوي الفتلة بس عشان بتفتل، بس اضطريت إن أنا أجيبها عشان خاطر هي نفس السماكة تقريبا. انا طبعا هعمل الاطار كانه بيض التلج، بما ان سانتا كلوز وعيد الميلاد في الشتاء بيفكرنا بالتلج. انت ممكن تستبدلي الابيض وخاصه للبنات تعملي لهم بالخيط الشعر، بس ما انصحكيش لو انت كنت مبتدئه، عشان لو غلطتي وحبيتي تفكي بيبقى سيء جدا ومبتفكش معاكي. ممكن لو عندك بواقي خيوط قديمة ممكن بتستخدميها، ما بتقولش لا. هي بتاخد تقريبا شلة للكبار وللصغيرين، بتبقى على حسب من شلة لشلة الاربع حسب المقاس. انا هحط لكم المقاسات كلها سواء العرض والطول في صندوق الوصف الديسكريبشن اسفل الفيديو، بس انا ما حبيتش استخدم ده عشان اللي عندي غامق، فحبيت ان انا اجيب اللي هو اللون الفاتح. انا عايزة ابرة رقم اربعة، ابرة رقم اربعة. عايزة ماركر، عايزة ورقة وقلم، وهقول لك ليه الورقة والقلم عشان مهمة جدا. نبدأ على بركة الله. انا هنا هبدأ اعمل غرزة البداية، وبعدها هعمل اربع غرز سلسلة، تلاتة اربعة، بعدها هقفلهم بمنزلقة او نائمة او اللي هي سليب ستيتش. هرتفع غرزة، هعمل بعد كده في جوه الدايرة دي 10.5 عمود، وانا ماشية هاخد الخيط معايا اشطبه. هقول ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهنا لو انا كنت همشي اقفل سطور دوائر مع بعضها كنت هدخل في الغرزة الاولى بمنزلقة، بس انا همشي الشغل حلزوني، فهلف واطلع في الغرزة الاولى على طول اول غرزة اهو من السطر الثاني مباشرة. وبما ان الشغل الحلزوني ممكن تجي مني الغرزة فبحط فيها ماركر، وهبدأ انا اعمل ادي عملت اول غرزة، هعمل في الغرزة الثانية غرزة، وفي كل غرزة غرزة، فوق كل نص عمود نص عمود، يعني هعمل 10 تانيين بدون اي تغيير. كده عملت ادي ايه، كانت غرزة تحت الماركر 2 3 4، واكمل السطر بدون اي زيادة 10 غرز هكملهم وارجع لكم. هنا كملت السطر، عملت 10 غرز نص عمود بدون اي زيادة. هبدأ ان انا ارتفع للسطر التاني اللي بعديه، وعشان كده انا قلت لك حضري ورقة وقلم. هبدأ اشيل الماركر واحط في اول غرزة اللي هي مكان الماركر، اعمل نص عمود تاني. هنا هبدأ اعمل واحدة، هبدأ الشغل زي النظام ازاي من بداية الأسطر. يبقى أنا أول سطر عملت 10.5 عمود، تاني سطر عملت 10.5 عمود بدون أي زيادة، عشان كده الشغل طالع معايا ضيق وبيلم. بعد كده بقى نظام إيه؟ بعد كده النظام اللي جاي سطر هزود وسطر لأ. فأنا هنا في سطر اللي هزود، هزود إزاي؟ المبدأ إزاي؟ اللي همشي عليه إزاي؟ همشي أدي غرزة، أول غرزة واحدة، تاني غرزة هعمل 2، وبعدين واحدة، وبعدين اللي بعدها 2. يبقى انا بزود في الغرزة التانية،
بزود في الغرزة التانية. وعشان كده قلت لك هاتي ورقة وقلم. هقول لك ليه، عشان انا دلوقتي لو قمت وسبت الشغل مثلا في نص ولا حاجة ابقى انا عارفة انا في انهي سطر. انا هنا في اول سطر اللي هو بمشي هنا بقول في الغرزة الاولى بعمل الاولانية واحدة، وبعدين في التانية بعمل اتنين، في التانية بعمل اتنين. يبقى انا هنا في السطر التاني هكمل السطر ده كله كده، واحدة اتنين واحدة اتنين واحدة، وبعدين اتنين، هكمل السطر ده وارجع لك على نفس المبدأ دوت. كملت السطر دوت وانتهيت باتنين اكيد، لان انا بدأت بواحدة. هبدأ ارتفع للسطر اللي بعديه، السطر اللي بعديه هيبقى بدون زيادة. يبقى انا المبدأ اللي معايا ان انا في سطر هشتغله هزود فيه زيادة، هعمل فيه زيادة، وسطر لا. اجي اول غرزة في السطر الجديد ماشي، همشي هنا بدون زيادة. السطر ده لما انا زودته انتج لي هنا المفروض 15 غرزة. انا زودت ايه، واحدة اتنين واحدة اتنين، فزودت نص العدد. همشي هنا بقى بدون اي زيادة في السطر دوت، هكمل كده 15 غرزة بدون اي زيادة في كل غرزة غرزة، هكمله وارجع لك. انا هنا خلصت السطر اللي هو بدون تزويد. هبدأ اطلع السطر اللي بعديه، هطلع اللي هو اكيد سطر هنزود فيه. هطلع ادي اول غرزة، هحط الماركة تانية تمام. هبدأ ازود السطر زي ما احنا متفقين في الزيادة. احنا زودنا السطر الاولاني واحد اتنين واحد اتنين، يعني زودنا في الغرزة التانية. هنا هزود في الغرزة التالتة. انا عملت اجي اول واحدة تحت الماركر واحد، وبعدين اجي التانية، واجي بعد كده في التالتة هنعمل ايه، قلنا اتنين، عملنا اتنين في التالتة، وبعدين ارجع اكرر نص عمود نص عمود، وبعدين في التالتة اتنين، واكرر كده السطر كله واحد واحد اتنين واحد واحد اتنين. يعني بزود في الغرزة التالتة كل الغرزة تالتة اتنين اتنين، اعمل نص عمود نص عمود، وبعدين في التالتة اتنين، نص عمود نص عمود، في التالتة اتنين، وهكذا. هكمل السطر كده وارجع لكم. انا هنا خلصت السطر اللي زيادة اللي هو واحد 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 اتنين، اللي هو انتاج لي 20 غرزة. انتهيت باتنين لان طبعا انا بدأت بواحدة. هبدأ ارتفع السطر اللي بعديه، خلاص عرفنا المبدأ بدون زيادة. يبقى انا هشتغل 20 غرزة بدون ازيدات فوق كل غرزة غرزة. هنا بشيل الماركر وبحطه عند اول غرزة، فوق كل عمود عمود، او فوق كل نص عمود، لان احنا بنعمل نص عمود عمود. وممكن على فكرة تعمليها بالعواميد، بس انا بالنص عمود يعني افضل، وبتبقى ضيقة اكتر. همشي فوق كل غرزة غرزة على حسب بقى ما انا عاملاها عمود نص عمود، حسب ما انا عايزة. هكملها وارجعلك. انا هنا وصلت للغرزة العشرين اللي هو السطر اللي بدون زيادة. هبدأ ان انا اطلع السطر اللي بعد اللي جاي اللي هو اكيد هزود فيه، بس هزود فيه ازاي؟ اشيل بس الماركر واحطه في الغرزة الاولى عشان ما تطفش مني. هزود ازاي؟ انا كنت في السطر اللي فات كنت بزود عمود عمود في التالتة، بعمل اتنين، كنت بزود في التالتة. هنا هزود في الرابعة، هعمل واحد واحد واحد، وهزود فين؟ في الرابعة. وده هينتج لي 25 غرزة. انا اقصد عمود، يعني ممكن اذا انت هتعملي الغرزة بتعملي الغرزة سواء عمود او نص عمود واتيفر، يعني ايا كان. بس اللي انا اقصده انت بتعملي واحد واحد واحد، في الرابعة بنزود اتنين، هينتج لي 25 غرزة. انا عملت واحدة تحت الماركر، اجي اتنين الغرزة التانية، التالتة، في الرابعة انا بزود اتنين، اجي واحدة اتنين، ارجع اكرر الكلام تاني، اجي عمود او نص عمود، التاني التالت، في الرابع انا بعمل اتنين، واكرر الكلام ده لحد اخر السطر. اخلصه وارجع لك اقول لك نعمل ايه. انا هنا نهيت بنهي السطر بغرزتين لان انا كنت بادئه بواحده. يبقى انا كده انتهيت هنا، عملت في السطر دوت وصلت ل 25 غرزه. السطر اللي بعديه هعمل طبعا بدون زيادات، هحافظ على 25 غرزه، وده المبدا اللي بمشي بقى عليه. طبعا هبدا احط هنا الماركر،
ده المبدأ اللي همشي عليه، ان انا سطر هزود وسطر لا. زي ما قلت لك حاولي تكتبي الزيادات. طبعا احنا اول مره اول سطر زودنا في الغرزه الثانيه، وبعدين زودنا في الغرزه الثالثه، وبعدين بنزود في الغرزه الرابعه، اكيد اللي بعديه هنزود في الغرزه الخامسه، واللي وبعدين بدون زياده، وبعدين في الغرزه السادسه، وهكذا. وافضل امشي بتكرار الطريقه ديت كده لغايه ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. هوصل له واقول لكم احنا عملنا ايه. انا هنا وصلت بالمقاس في طاقيه بابا نويل، ان انا بزود في الغرزه ال 13، يعني بعمل 12 عمود، 12 نص عمود وحايد، وفي الغرزه ال 13 بزود بعمل 2، بحيث ان انا هوصل في المقاس ده ل 70 غرزه. ال 70 غرزه دول هيعملوا معاكي 21 ونص تقريبا. اهو انا كده وقفت المقاس مظبوط معايا. المقاس ده تقريبا هيعمل من 10 ل 12 سنه، لان انا ايدي واسعه شويه في الشغل. انت ممكن ايديكي لو ايديكي زامه شويه هتضطري توصلي للدور ان انت تزودي في ال 14، تزودي في الدور في الغرزه ال 14. خلي الدنيا ما تقفش معاكي شويه وتوصلي للمقاس اللي انت عايزاه. المهم انت فاهمه مبدا التزويد ازاي. بس انا هنا لما وصلت ال 70 غرزه انا عايزه العدد يقبل القسم على 3. طب ال 70 غرزه ما بتقبلش القسم على 3، فاضطريت ان انا انقص غرزه بدل ما ازود غرزتين. فالغرزه الاخيره بدل ما هخليها المفروض ان انا هنهي بغرزتين، لا انا هنهي بغرزه واحده، وبعد كده ابدا ايه؟ ازود، ابدا ادخل في الشغل الثاني بدون اعمل السطور الثانيه بدون اي تزويد خالص. هشيل اهوت الماركر، خلاص انا هنا الغرزه الاخيره قلت لك بدل ما انا هني باثنين هيد بواحده، عشان انا عايزه كده هيبقوا 69 غرزه. هعمل، هبدا ارتفع بدون اي زيادات خالص، هي حط الغرزه هنا وخلاص، احافظ على 69 غرزه بتوعي وامشي بقى. هشتغل قد ايه؟ هشتغل اسطر بدون زيادات. عدد الاسطر ما يهمنيش قوي، انا كل اللي هشتغله هزود عندي هنا 10 سنتي، هزود 10 سنتي عشان انا واصله ان انا بزود للغرزه ال 13. طب انت لو وصلتي نفسي تزودي الغرزه ال 14 فهتزودي 9 سنتي بس، تمام؟ فانا هنا عشان وصل ال 13 فانا هزود 10 سنتي بدون اي زياده، هحافظ على 69 غرزه بتوعي، وبعدين ارجع اقول لك هنعمل ايه. انا خلصت هنا ال 10 سنتي بدون اي زياده، وحافظت على العدد اللي انا وصلت له اخر من اخر تزويد. اي ال 10 سنتي اهي، كنت حاطه الماركر هنا عشان خاطر ايه؟ ده اخر مكان زودنا عنده، اخر سطر زودنا عنده، حطيت الماركر ده وسبته كده على اساس كعلامه ليا اعرف ان انا زودت كام. فعلا طلع زودت 10 سنتي اهمت، زودتهم ولسه محافظه على المقاس اللي هو ال 21 ونص، محافظة عليه وصلت له. هبدأ بقى هنا ان انا طبعا هشيل بقى العلامات ديت خلاص ملهاش لازمة معايا، هشيل هنا وبرده انا هشيل هنا العلامة ديت خلاص برده ملهاش لازمة العلامات دلوقتي معايا في الطريق. هبدأ بقى ايه؟ اروح على الغرزة اللي هي اللي كان فيها الماركر واقفل بغرزة منزلقة، بس انا مش هقفل بالخيط الاحمر، انا هقفل بالخيط الجديد اللي انا هشتغل بيه، اللي هو ادي الخيط الابيض هشتغل بيه، هسحب بيهم دوت. ودي احدى طرق ان احنا نعمل تغيير الالوان. هطلع ادي 1 2 3، بس قبل ما اكمل شغل حابه ان انا اخلص اشطب الشغل بتاعي، اساس ان انا اشطب الفتل معايا وانا ماشيه عشان ما ايه ما تعبش في التشطيب. هديها ايه لفتين كده تمام، واقص الخيط الاحمر خلاص ملوش معايا لازمه، وهبدا بقى ان انا اشتغل اخد الخيط معايا اشطبه الفتلتين الاحمر والابيض اهي، اشطبه وانا ماشيه. انا هنا كنت قايله لكم ان انا العدد لازم يقبل قسمه على 3، وهنقول لي دلوقتي انا عملت اول عمود، تاني هروح في الغرزه الثانيه واعمل تاني عمود، وهعمله بالعمود اللي انا بعمله اللي انا قايله لكم عليه في القائمه بتاعه اسراري، ان انا بعمل عمود بطريقه معينه. هاجي في الغرزه الثالثه هعمل فشارة. الفشارة ممكن تعمليها بطريقتين، ممكن الطريقة دي هتعملي كده 1 2 3 4 5 وتسحبيهم وتقفلي اهي، ممكن تعملي كده حلوة مش وحشة، بس انا مش هعملها كده، انا هعملها بطريقة تانية.
هتديني النتيجة اللي أنا عايزاها أكتر، هتحس إن كأني قطع تلج كده، الإطار الأبيض ده كده كأنه زي قطع التلج، بما إن سانتا كلوز وأعياد الميلاد بتفكرنا بالشتاء، بتيجي في الشتاء والتلج. أنا هعملها إزاي؟ أنا هعمل 5 عواميد عادية في الغرزة. طبعا أنا هنا عملت عمود 2، في الغرزة التالتة هعمل 5 عواميد في التالتة نفسها، بعمل العمود بطريقتي أنا برضو اللي قايلالكوا عليها. 2 3 كده، 4 5، هطلع من الشغل من هنا واجي في الغرزة الأولى من الخمسة دول، ادخل كده واروح سحبة الغرزة من هنا، تمام، وارجع اروح اعمل في الغرزة اللي بعدها، هقفلها بغرزة واروح اعمل الغرزة اللي بعدها كده. انا خلصت ايه ده؟ تكرار ده كده، السطر بتاعي يتكرر كده، عمودين في شارة، عمودين في شارة. فانا هعمل اجي العمود هكرر مرة تانية، اجي عمود في الغرزة اللي وراها عمود تانية، وارجع في اللي بعدها اعمل في شارة تانية، 1 2 3 4 5، وخلاص احنا عرفنا نقفلها ازاي اهي كده. وراح اكرر تاني التكرار بتاعي، عمود دي بقى عشان كده قلت لك يبقى الاسم على 3، لان التكرار بتاعي 3، عمود عمود في شارة، عمود في غرزة، في الغرزة التانية عمود، في الغرزة التالتة في شارة. بكرر التكرار ده، اكرر السطر ده واخلصه. اكيد طبعا انا طالما هنا بادئة بعمود فاكيد هنتهي بفشارة، هخلص التكرار ده وارجع لك اقول لك نعمل السطر التاني ازاي. انا هنا خلصت السطر وانتهيت بفشارة طبعا، لان انا كنت بادئة بسطرين بعمودين، فطبعا انتهيت هنا، فهبدأ اشبك بمنزلقة في الغرزة الثالثة من العمود الاول، وابدأ ارتفع تاني اعمل سطر تاني، اعمل غرزة ثلاثة، وبعدين اروح على الغرزة اللي هي العمود التاني اللي جنبها اعمل برضو عمود تاني بلفة، وبعدين اروح على الفشارة اروح عاملة برضو اعمل فشارة تانية، 1 يعني فوق كل عمود عمود، فوق الفشارة فشارة، 2 3 4 5، واقفلها. بكرر نفس اللي كان في السطر الاولاني، بس انا حبيت اوريكم انا اكرره ازاي. برجع تاني فوق العمود عمود، والعمود تاني التاني عمود برضو، وبرضو فوق الفشارة، 1 2 3 4 5، بيجي برضو نفس ما عملتش حاجة، نفس السطر الأولاني بالظبط، برضو فوق العمود عمود، واكرر كده اخلص السطر برضو واقفله، واكرر الموضوع ده مثلا ايه حوالي 4 أو 5 3 أو 4 سطور، 5 سطور زي ما انت عايزه على حسب السماكه اللي انت عايزاها. هنا بالنسبه للاطار حضري لي بونبونه، انا هاجي لك وانا هخلصها، حضري بونبونه، انا حاطه لكم رابط ازاي تعملي بونبونه باسهل الطرق، باسهل الطرق، بالطرق الطريقه الجديده اللي هي طريقه خاصه بيا انا، وكمان بالطرق التقليديه. حضري لي بونبونه وتعالي نشوف هنشطبها ازاي مع الطاقيه. الطاقيه حلوه، هتطلع حلوه قوي جميله، هتطلع تديني كانها زي قطع التلج. هرجع لك تاني لما نخلصها. خلصت الطاقيه بتاعت بابا نويل، عملت 3 سطور من اللي هو الحرف الاطار الابيض دوت، اللي هو كانه عامل زي كانه قطع التلج زي ما انا قلت لك في البدايه. ممكن انت تزودي 4 لو انت عايزه تزودي 4 صف او 5 صف حسب الايه التخانه انت عايزاها. انا كده ارتضيت حلوه قوي، شكلها حلو قوي على ابني. هنا انا كنت مجهزه بونبونه، وانا
هحطلكوا فيديو اسفل في صندوق الوصف طريقة عمل البونبون بطريقة سهلة وبسيطة. عاملة لكم طريقة بطريقتي انا السهلة جدا جدا ان اي حد يقدر يعملها، وعاملة لكم بالطريقة العادية. اتفرجي والطريقة اللي هتعجبك اعملي البونبونة بيها. هتجيبي البونبونة وهدخلها في الطاقية من فوق بإبرة التشطيب او إبرة الايتامين. انا دخلتها هنا البونبونة وحاول بالراحة كده وطلعت ما طبعا في الإبرة مجهزاها، وبحاول بطريقة بسيطة كده أثبتها بحيث إن لا تبقى مشدودة ولا تبقى مرخية. بحاول إن أنا أثبتها هنا بالراحة أهو بأي طريقة ثبتيها، حتى لو ربطتيها، لو أنتي ربطتيها عملتيها برباط يعني مفيش مشكلة. عملتها بإبرة الكروشيه رايح جاي، تدخليها مرة هنا ومرة هنا ورايح جاي، ثبتيها بأي طريقة مش هتفرق الطريقة اللي بتثبتي بيها خالص. أنا هنا خلصتها كده كفاية عليها، وهقص الخيط الزيادة ادي البونبونة ركبتها، وادي الطاقية جميلة خالص، الطاقية حلوة اوي فعلا، نتيجتها جميلة. جربيها هتسعدي ابنك او بنتك بيها. ممكن البنات زي ما قلنا نعمل لهم بخيط